السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا ديسير بالقهوه. غادي نحتاجوا ليه بيضه، معلقه كبيره ديال لا كريم باتيسيير، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القهوه. غادي نحتاج واحد ساشي ديال شانتيي، نسيترو ديال الحليب، وبسكويت تزيين. في اناء كنديروا الحليب، غادي نديروا السكر كلاصي، غادي نديروا لا كريم باتيسيير، غادي نخلط مزيان حتى يذوب هاد العناصر. غادي ندير بيضه، نفس الشيء غنخلط مزيان. تخلط غادي نزيدو القهوة، وغادي نخلط حتى هي حتى تذوب. كنديروا الخليط ديالنا فوق عافيه مهيله، وكنبقاو نحركو حتى كتعقد الكريمه ديالتنا. لا كريم هاهي عقدات، كتولي على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نديروها فشي جبانيه باش نديروها تبرد. الوغ لا كريم كنديروها هكا، الوغ كنغطيو لا كريم بان فيل اليمونتيغ بحال هاد الشكل هكا. كنغطوها على هاد الشكل، وغادي ندخلو هاد الثلاجة حتى تبرد مزيان. في اناء كنديرو ساشي ديال شونتيي، كنزيدو عليه 4 لتر ديال الحليب اللي بقى، وكنطلعو لا كريم في شونتيي. كنبداو نزيدو شويه من لا كريم ديال القهوه، نقسمها على جوج، وغادي نبدا نخلطها مع لا كريم شونتيي. نبقاو حتى تجهز جميع العناصر. الكريم ديالتنا ها هي، بعد ما خلطناها مع لا كريم ديال القهوه كنديروها شويه في الثلاجه تبرد باش نديروها في لي غامكان ديالنا. في لي غامكان درنا شويه ديال البشكيطو اللي هرمشنا، غادي نديرو دابا لا كريم من الفوق. وكنزوقوها بسكوي بحال هكا، وكنديروها الثلاجه تبرد، وكنقدموهم من بعد بالصحه والراحه.